الأستاذ أحمد فاروق. البطولة بشكل عام كان ليها دوافع بالنسبة للنادي الأهلي من حيث المشاركة ومن حيث التجهيز، ولكن أيضا كما قال صديقنا العزيز أستاذ وليد الحديدي أن في مكاسب فنية بأن احنا نشوف ونقدر نقيم الصفقات. هل شفت دوت جوه خلال ماتشات البطولة العربية بالشكل التدريجي منذ اللقاء الأول حتى الأخير أمام الفيصلي؟ طبعا شفته جدا، وخلينا في البداية نقول أن الأهلي لم يشارك في البطولة العربية من أجل النزهة. يعني البعض بيقول أن عشان الأهلي خسر البطولة فخلاص بقت ملهاش قيمة. لا، الأهلي شارك في البطولة عشان يكسبها. أي بطولة حتى لو ودية، الأهلي لو لعب في دورة رمضانية هيبقى التارجت بتاعه أن هو في آخر رمضان يبقى بطل للدورة الرمضانية. ده أمر مفروغ منه. على فكرة احنا هنا بطل الدورة الرمضانية في قناة النادي الأهلي. طيب يعني بس عشان إيه أأكد على كلمة. ده مثال بسيط جدا يعني. فالأهلي لا يعرف إلا الطريق نحو التتويج. فالأهلي خسر بطولة، ده أمر واقع حتى لو وديه.